أما بعد، حدثنا شيخنا صالح بن عبد الله بن حمد الرسيمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يحيى بن مرشد، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد القادر الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داود الخربتابي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الفيومي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا يوسف الأرميوني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن السيوطي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عمر بن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف الحراني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن جوزي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا إسماعيل النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن عاصي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.